الوغ اليوم فكرت ندير واحد الفطيره ديال تجي بحال طاخت بحال ان طاخت، غير هو الفرق هذه مالحه يعني ماشي حلوه. لا بغيتو توجدوا هكا العشاء تجي خفيفه، ولا ميم الغدا هكا مع شي شليضه ولا هذا كتجي زوينه. دونك هاد الطرطه المالحه فيها جوج ديال المراحل، كاين المرحله ديال العجينه، العجينه اللي عندنا فيها نص كيلو ديال الفورس مع شويه ديال الملحه مع جوج معالق عندي هنايا ديال النيدو، وغادي نزيدو عليها شويه ديال الخميره ديال الخبز، خميره عاديه ديال الخبز ماشي بزاف، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، وكتجمعوا العجينه. بغيتي تزيدي فيها شويه ديال الزبده زيدي فيها شويه ديال الزبده، وكنجمعوها بالماء كندلكوها واحد شويه وكنخليوها ترتاح. لو طون اللي غادي ترتاح فيه غادي نوجدو حنا الحشوه. دونك الحشوه عندي هنايا جو سي باش كيبان لكم ولا لا، عندي هنايا فلفله، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الفلفله خضراء، بصيله صغيره مشلضه، وشويه ديال الكفته. عندك الكفته وهي هذيك، ما عندكش تديري صدر ديال الدجاج. دونك كديري شويه ديال الزيت في المقيله، تزيدي هادشي كامل يتشحر، البصله مع الفلفله حمراء وخضراء مع الكفته. ملي كيتشحر لك هادشي كتزيدي عليه لا كريم فريش. دونك لا كريم فريش ديري علبه صغيره ديال لا كريم فريش، وتتزيدي معاها معلقه ديال الفورس، وكتخليها حتى كتعقد. هادشي بيان سور حتى كطيب الفلفله ولا كتبان لك هبطات الفلفله والبصله، عاد كتزيدي لا كريم فريش مع المعلقه ديال الفورس. ملي كتبان لك عقدات كطفي عليها باش تبرد شويه. ابخي عندنا التزيين، عندنا الفرماج حمر غابي، فرماج حمر غابي وشويه ديال الزبده باش غندهنوها من الفوق. دونك انا غنخدم هاد العجينه اللي قلت لكم ديال 500 غرام ديال الفورس مع شويه ديال الملحه مع جوج معلقات ديال نيدو. بغيتي تزيدي مع شويه الزبده زيديها، ما بغيتيش بلاش. غنجمعها بشويه ديال المدافين، دلكوها واحد شويه ونخليوها ترتاح لو طون اللي نوجدوا الحشوه ديالنا. طيب دونك ملي جمعنا العجينه هكا ديك 500 غرام ديال الفورس، نص كيلو ديال الفورس مع شويه الخميره ديال الخبز، جوج معالق ديال نيدو كما قلت لكم. الا بغيتي تزيدوا فيها واحد المعلقه ديال الزبده باش تجي هشيشه زيدوها، انا زدت شويه ديال الزبده، ما بغيتوش بلاش. دونك غادي ندلكوها واحد شويه باش كيف ما كتجيناش مدقصه، غادي ندلكوها هكا اوكي فوق الرخامه بلا ما تكثروا عليكم قوه القصاري وقوه الطباصل، غير هكا فوق الرخامه تكون نقيه واحد شويه. هاد الوقيته انا دايره كندلك في العجينه، دايره المقله فوق البوطه كتسخن شويه ديال الزيت باش نصوطي في هذيك الخضره مع الكفته اللي قلت لكم. اللي بغات دير سبور تدلك العجينه بحال داك ديال الرياضه. كان جو بونس طارك عليها غادي نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي ندوز باش نقلي هاد البصيله مشلضه مع فلفله حمراء مع فلفله خضراء. حتى تيبانو ليا يهبطو واحد شويه نزيد عليهم الكفته. بغيتو ديرو الصدر ديال الدجاج ديرو الصدر ديال الدجاج، هو كيجي زوين. انا حيت ما تناكلش الصدر ديال الدجاج دونك قلت ندير شويه ديال الكفته، هي اي حاجه كتجي بها زوينه، هذه كتجي خفيفه في العشاء وما كتطلبش الوقت بزاف باش توجديها، غير تكوني موجده هادشي كامل من قبل ما كتاخذش الوقت بزاف. دونك غادي نخليها شويه تطيح هاد الخضره، من بعد غادي غنزيد ليها الكفته. فريمون واحد الريحه طالعه من غزاله، واحد الشكل ديال الفلفله مخلط خضراء مع الحمراء كيعطي واحد كيعطي ديجا كيعطيك لونفي باش تاكل. دونك بحال اللي ما شفتو هكا عاد تبدا تطيح واحد شويه، غنزيدو عليها الكفته. انا ما زدت والو، زدت شويه ديال الملحه مع
مع شويه ديال البزار سيتو. هادشي اللي غادي ديروا معاه شويه ديال الملح مع شويه ديال البزار وتخليوها حتى تطيح وتزيدوا عليها الكفته. دونك هنا ملي هبطات شويه ديك الكفته غنزيد عليها الكفته نخليها حتى هي تهبط شويه. نتمنى تجربوا هاد هاد لاغوسيط هادي كتجي غزاله وبنينه الناس لي كنتمجدوها في العشا كتجي زوينه. بغيتي ديريها في الغدا ديري معاها شويه د الحوت ولا شليضه ولا حاجه خفيفه هكا لا معندكش الوقت. فشوف بالنسبه للناس اللي مكيكونش عندهم الوقت الناس اللي خدامين ولا مدروكين بالوقت معندهمش الوقت فين ينجدو كيديرو هاد هاد لاطاقت ماحه تجي دغيا كتوجد وخفيفه فاش شي حاجه. دونك جيسبيغ يكون كيبان ليكم شويه هادشي ونتبعو معايا عاد داكشي لي تنقول غادي غادي تسبق ليكم. من بعد ملي نزيد لا كريم فريش مع ديك المعلقه ديال الفورس باش كتختار ليا شويه داك ال ديك لا فارس كتختار واحد شويه كتجي ثقيله. حيت منساوش بان كاينه العجينه دونك باش ما تسربش لينا العجينه خصها تجي باش ما تجيناش العجينه منقصه خصها تكون لاصوص تكون شويه لا 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 فارس تكون شويه ثقيله. داكشي باش كنزيدو لها ديك المعلقه ديال الفورس. دونك نفسها هي هبطات غادي نزيد لا كريم فريش غنزيد هذه كلها ديال لا كريم فريش ونزيد معها هذه المعلقه ديال الفورس ونخليها تعقد لا تعقد غادي نطفي عليها نخليها تبرد واحد شويه حتى تعقد نخليها تبرد واحد شويه وغادي نطلق العجينه نطلق العجينه باش غادي نصوبها في المول اللي غادي يدخل الفران. بيان سور الفران غادي يكون تكونوا ديك الساعه دايرينو كيسخن غادي تشعلوه من الفوق ومن التحت وتخليوها 30 مينوت. دونك كتخليها نص ساعه في الفران. من بعد انا نوريكم كيفاش كتعمروها. فوالا دونك هي بدات تعقد واحد شويه. غادي نصبر عليها واحد شويه وندوز باش نطلق العجينه. دونك هنا ملي سرحت العجينه درتها في المول اللي غادي يدخل الفران تكون شي صينيه هكا صغيره يدخل الفران. كتسرحي العجينه رقيقه ماشي رقيقه بزاف شويه عينك ميزانك وكتسرحيها في هاد المول من الجناب وفي الوسط وغادي تسكيها بالفورشيت من الجناب ومن الوسط باش ما تنفخش باش ما ديرش دوك البواقات. دونك غادي نتكوها شويه الفران انا درتو كيسخن وغادي ندير هاد لافارس نخويها في الوسط ونسرحها. دونك نسرحها هنايا في الجناب. هاد 500 غرام اللي درت ديال الفورس دونك غتكفيكم باش ديروا العجينه الاولى اللي غتسرحوا في اللاطه اللي غادي تدخل الفران يعني في ديك الصينيه الدائريه اللي غتدخل الفران وغادي يبقى واحد شويه حتى هو نسرحوه بالمدلك باش نديروه من الفوق باش نغطيوها. دونك ملي كنديروا لا فارس في الصينيه هذاك الشويه اللي كيبقى لنا ديال العجينه غادي نغطيو به هذا لا طارت من الفوق. دونك غنديرو من الفوق هكا ونحاول نقاد الجناب غير بصباعي هكا. نعم دونك بانت ليا شي بلاصه ما مقادرش نحيد هذاك الشيء اللي زايد في الجناب ونقادها غير بيدي. دونك نكمل
هكا مقاد الجناب غير صباعي كيف ما قلت لكم. دونك الشكل ديالها كيجي بحال هكا. دونك فرشت ليها العجينه وغطيتها بالعجينه كما قلت لكم. تقدي عيب صباعك هكا الا بانت لك شي بلاصه ما مقاداش ولا هذا عيب صباعك. وغادي ندهنوها بشويه ديال الزبده من الفوق، يا اما دهنيها بشويه الزبده يا اما دهنيها بصفر ديال البيض اللي بغيتي. دونك ديك التحميره ديال الزبده كتجي حسن، كتجي ديك لا بريونس. دونك ملي دهنتها هنايا قديتها ودهنتها بالزبده، غادي ندير فوق منها الفرماج روج. غادي ندير غير شويه دابا، غادي ما نديروش كامل، غندير غير شويه حتى تبان ليا قربت طيب، عاد نزيد داك لو غيست ديال الفرماج. دونك غندخلها دابا للفران وغادي نوريكم من بعد كيفاش كيجي الشكل ديالها. فوالا دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارت المالحه لي بالكفته وبالخضرة. هكا كيجي الشكل ديالها بالفرماج من الفوق، كتجي روعة روعة روعة. وهذا الشكل ديالها، كيجي هنايا لافارس لداخل والعجينة من الفوق ومن التحت، كتجي رطبة يعني مزويناتها. جيسبيغ تجربوها وصدقوني تجي زوينة خفيفة. وإلا عجبتكم تعاوني بجيم ديالكم وتبارطاجيوها مع الحباب والصحاب باش يجربوها. Et je vous dis à très bientôt et bon appétit.